فين صورة البنوتة دي؟ مانا بنوتة لسه البارف دي أصغر بس بسنتين. بسنتين طيب للبنوتة دي تقولي لها إيه وفاء؟ أقول لها ليت الشباب يعود يوما. مرحلة دي كان عندي كم سنة؟ لا كان عندي عشرينات يا راضي. عشرين؟ كان مش عشرين، لا كنت قولي يعني 25 6، وكانت في العشرينات. مش 20 21، لان انا عشرينات و21 لا ما كانت 25. طيب لو عاوزه كنت تقولي لها كلمه في ودنها كنت تقولي لها ايه؟ هقول لها يعني مش هقول، بس انا هقول حاجه بس مش هي تشاؤم والله يا راضي. هقول لها انا كنت متفائله بالحياه اكتر من اللازم، بس خدت على دماغي يعني. بس ما حذريها من ايه؟ ما خلاص بقى حذر ايه، خلاص ما انا بقى دلوقتي باخد بمشي اتلف حواليا كده، بخاف ان انا اقول كلمه تتحسب عليا، مش عشان حاجه، عشان انا ام، عشان ابني. بخاف اديله حتى ملحوظه غلط، عارفه حتى لما بذاكره بخاف اسال صح ده ولا غلط. بقت الحياه صعبه قوي يا رغده، غير الوقت اللي انا كنت فيه ده. ده وقت التسعينات، تمام، اختلف الوضع كتير، الدنيا باظت، اخترب الناس، بقت غير الناس، الوضع الاقتصادي بقى غير الوضع الاقتصادي، والدنيا خبطت فيك جامد وفاء. والدنيا خبطت جامد، بس الحمد لله اني واقفه على رجليا، وزي ما انت شايفان الحمد لله. قولي لي بقى دلوقتي، عايزه اسالك سؤال، مش انا دلوقتي معديه عليك على الكوريدور وانت في الاوضه؟ قلتي ايه؟ قلت البنوته الصغيره دي اللي مستنياني في مستنياني في الاستوديو. مش نفاق والله، قالك كده؟ لا والله انا قلت الكلام ده اول ما قلت لك شعرك حلو كده. باروك. يعني الطفله اللي كانت جواكي في السن ده بعد موجوده داخلك؟ هي موجوده بس بقت في تكر اكتر، باخد بالي اكتر. ايه يعني ببقى ماشيه وبتلفت حواليا؟ لا مش حر... يعني فاهماكي، بس ايه اللي بيخليكي تعيشي بالقلق ده؟ مش القلق وفاء، انت ما بتعيشيش في قلق يا رغده؟ مش خايفه من بكره؟ اكيد طبعا خايفه من الزمن طبعا. هو ده. بس في اوقات مراحل في حياتنا بتخلينا نكون حذرين اكتر للمستقبل. ايوه بالظبط كده. انا الاول كنت زي ما انا وانت بنتكلم دلوقتي اقول لك اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. لا ما ينفعش لازم اعمل حساب لبكره. مع ان انا والله غصب عني فجاه لا الدنيا نفدت مني والدنيا باظت مني. ولكن بقى الواحد يعمل ستريس شويه، يعمل سبوت على حاجات معينه شويه كده يعني. طب ليه ما بتشتغليش؟ والله انا بصي انا عندي مسلسل دلوقتي اسمه تصريح بالقتل. اخرج اسامة البدر. ولكن انا والدتي تعبانه يا رغده، معايا والدتي وربنا يخليك وعمر، فبقى عندي ما بين حد صغير قوي وحد كبير قوي. طيب في وسط الاثنين ما ينفعش اسيبها. بقالك فتره بتقولي الكلام ده؟ ما انا هسيب، ما ابني عنده 10 سنين. بقالك فتره يعني، بس انتبهي، بس كمان الفرص مش هتتكرر. والله بصي ثقي تماما، انا عايزه اقول لك على حاجه، مش هتتكرر فعلا، بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا رغده، لا يمكن حد يقول على حاجه الحلوه وحشه او يسيبها من ايده. وانا برضو لا متخلفه ولا صغيره يعني. مش عاجبينك مش عاجبيني يعني؟ مسلسل كبطله فيه، بس فين الحاجه اللي المسلسل الهدف يعني؟ مش على قد التضحيه اللي هتقدميها، مش ان انت تخرجي من الصوم. انا جه عليا، بصي يا رغده، انا كنت بصور في استوديو بتاع في الزمالك اسمه عرين، الاستوديو ده 2 بلاتو، كان مع المخرج وفيق وجدي الله يرحمه. كان الاثنين بلاتوه بيشتغلوا على وفاء مكي. عارفه يعني ايه على وفاء مكي؟ يعني البلاتوه ده والبلاتوه اللي جنبه. كنت بعمل بطولات، كنت باخر بس اليوم 24 ساعه، كنت بشتغل 19 ساعه، على بقف على رجلي 19 ساعه. كان الممثلين بيجوا يغيروا ويبدلوا عليا، بمعنى اللي كله عنده كم مشهد يجي يعملهم ويمشي، وانت اللي ثابته بقى. امال ايه؟ يعني كانت الاوضه، كانت جوه البلاتوه بيعملوا له اوضه يعني جوه البلاتوه، كانت الادوار بتحرس يعني، كانت بصي يعني بفهم منك، العم يتقدم مش على قد التضحيه اللي هتقدميها، تسيبي ابنك الصغير هي ده اللي انا بقوله، يعمل حاجه تستاهل ان انا انزل شكلا وموضوعا وماديا. أي نوع من الموضوع؟ وماديا ماديا شكلا موضوعا ماديا. الاجور قد ايه عم تتقدم؟ انا ما اتكلمتش في الاجور اساسا، ما هو انت دلوقتي بيتعرض عليا الدور، لو انا شفت نفسي فيه وكده بنقعد نتكلم، ما فيش. انا عشان